ورجعنا لكم من الفاصل ولسه مكملين حلقتنا المميزة، ومعانا دلوقتي نرمين عمر اللي مشرفاني ومنوراني في الاستوديو. يعني ايه علم تارو يا نرمين؟ علم تارو هو ورق بيقرا الطاقة، هو ترمومتر بيقرا طاقة الشخص اللي قدامي وبيقول لي الشخص ده بيفكر في ايه. هو ليس علم غيب، هو علم طاقة. علم طاقة. كل شهر بيتغير؟ طبعا طبعا للكواكب كل شهر بيتغير وكل شخص بيتغير. يعني في توقعات عامة، في توقعات عامة، وفي توقعات خاصة لكل شخص بحالته. هتقري لنا ايه النهارده او هتعملي لنا ايه؟ زي ما تحبوا. هما انا عايز اعرف التارو جاي من ايه الاول، نعرف الناس كده شويه للساده المشاهدين اللي ما يعرفوش اصلا التاروت. تاروت ولا تارو؟ احنا بنقوله تارو بس هو تاروت. اوكي. اوكي. التاروت في يعني اراء اختلفت عليه كتير جدا، هتلاقي كل ماستر طاقه متعلم في مدرسه معينه بيقول عليه، حد بيقول لك لا ده علم اوروبي، حد بيقول لك لا ده علم كذا. احنا يعني انا كنرمين ماشي على استفتي قلبك. فالفراعنه عندنا كانوا طول عمرهم بيعملوا حاجات اسرار ما حدش يعرفها، زي التحنيط، زي الاهرامات، زي كذا. فانا شايفه ان العلم ده اللي خرجه الفراعنه وسره لحد دلوقتي ما حدش يعرف. هو الفراعنه اللي خرجه ولا انت بتقولي كده؟ ما انا بقولك هو اختلفت الاراء، ناس قالوا فراعنه، ناس انا بشوف اصل ورق أوروبي. الكوتشينه دي اجنبي شويه، مش الكوتشينه بتاعتنا، فيمكن ملهاش علاقه بالفراعنه شويه. لا هو البدايه العلم ده اصلا هو الكوتشينه. تمام. الكوتشينه دي كوتشينه من انهي بلد يعني لا احنا بنجيبه منين؟ احنا بنجيبه من امريكا. اوكي، من امريكا. اه تمام بالظبط. لكن مين اللي يعني اختار الشطاطي؟ يعني بقى لنا كام سنه يا نرمين؟ مش فاهمه سؤالي. بقى لنا كام سنه سامعين يعني ريسنتلي، من 4 سنين أو 5 سنين سامعين عن مظبوط، برافو عليكي. لكن الكوتشينه بقى؟ لا طبعا من قديم الازم، من ايام جدتي وجدتك، والكوتشينه وفنجان القهوه. هو الكوتشينه هي التارو، بس التارو مضاف عليه الماجور اركانا، كام كارت كده دول المضافين الى كروت الكوتشينه. لكن هو في الورق نفسه بيبقى بديل ليه ورق الكوتشينه. طب ايه؟ ايه بقى؟ احنا ممكن نفتح ابراج، في البنات بيحبوا حاجه معينه، بيحبوا يشوفوا من القادم في طريقهم، بعينهم بتيجي على الحجر معين وبيختاروا. كل شيء نصيب يا نرمين، كل شيء نصيب. حتى الشخص اللي هيجي عندك او هيجي لك، انت هتبدأي لي الشخص ولا هتبتدي تقول الابراج؟ لا انا بقول لك الشخص اللي بيقرب منك بيكون مناسب لنفس طاقتك. يعني انت لو طاقتك في الوقت ده عاليه وايجابيه هتاخدي شخص ايجابي، لو لقيتي شخص بيبعد عنك اعرفي ان الشخص ده طاقته مش متناسبه مع طاقتك. طب احنا دلوقتي هنمتحن حالا نرمين عمر ونشوف نرمين هتشوفي لي الابراج ولا زي ما تحبي؟ زي ما تحبي. طاقه مرتبطين، منفصلين، طاقه ابراج. خلينا في الابراج ونبعد على الانفصال ونبعد عن الارتباط. تمام. نبدا بقى ببرج ايه؟ ميزان. ميزان. عشان انا همتحنك هشوف اذا كلام اوكي ولا لا. انا اعتبر ان ماشي. طاقة برج الميزان في يوليو 2020 ليها رسومات كده معينه كنت بشوفها على طول. اوكي، هشرح لك الكروت بقى. يعني انا على طول بشرح للبنات الكروت عشان كده هما بيحبوا يتفرجوا عليا، هما دلوقتي بفتح لهم كروت هما فاهمين. تمام. اتفضلي. بسم الله. هو طاقته قصيره علشان لا يعلم الغيب الا الله، بناء على طاقتك. فاللي يقول لك هعرف لك طاقتك كمان سنه وكمان نو، انت اول ما طاقتك بتتغير ورقك بيتغير. طاقتك بسم الله، طاقة برج الميزان. اوف، محتار في قرارين مش عارف تاخدهم، مش عارف تحط رجلك على ارض. معانا رئيس التحرير سامع ولا لا؟ معانا استاذ احمد الهواري سامع؟ اوف اوف، لا لا لا، ده الموضوع كبير جدا جدا. برج الميزان اتغدر بيه، واخد 10 سيوف في ظهره حرفيا، هو سايح دمه. على فكره المخرج بتاعنا كمان برج الميزان. اها، هو سايح دمه. استاذ محمد صلاح معانا، وعلى فكره هدير كمان في الاعداد. برج الميزان، فحضرتك بتقولي النهارده للميزان كله مش ريم بس. اوكي، فهم كلهم ابتدوا اهو. اها. لا، برج الميزان تعبان قوي 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 في شهر يوليو. طاقته تقريبا مستنفذه، يعني خلصانه، هو واخد 10 سيوف اهو. ده يوليو؟ في شهر يوليو. اوكي. في قرارين بقى في حياته مش عارف ياخد انه قرار فيهم، محتار، مش عارف احط هنا ولا اخد ده، امشي ولا افضل، استنى ولا اسيب، شغل ده ولا شغل ده، ها هو مش عارف. هو دايما برج الميزان بيقولوا ان هو دايما محتار.
بالعكس ده برج الميزان، برج الميزان متوازن، يمكن كارته اهو الكارت بتاعه، كارت طاقته، انه شخص متوازن، عارف هو عايز ايه كويس قوي. احنا ناقصين سكاكين. لا هو سكاكين. لا هو مغدور بيه، هو الشخص اللي اخذ 10 سيوف ده اكيد مش هياخدهم كلهم في يوليو، ده هم ماشي معاهم كده ستيب باي ستيب. بس المفيد والحلو والمبهج، ايوه بقى، ان هي العشر سيوف دي اخر مرحله في القلم. يعني احنا عندنا في الطاقه كل حاجة من 1 لـ10، بعد الـ10 بنبدأ تاني طاقة جديدة، بنقفل دايرة القلم وهنبدأ دايرة جديدة مفرحة إن شاء الله. يعني يا رب إن شاء الله إن شاء الله. شايفاك عواطفك غالبة عليك يا برج الميزان في شهر يوليو، هتبدأ تبقى عاطفي شوية، حنين شوية، بتحاول إن أنت تبقى أحسن مع الناس، بتدي الناس أكتر ما أنت بتاخد، طاقتك حلوة ولكن أنت قلبك موجوع جدا 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 جدا. طاقة برج الميزان قلبه موجوع قوي، تقريبا اتعرض لغدر بس غدر صعب شوية. دي طاقة برج الميزان في شهر يوليو. لو يعني الطاقة في الآخر مش حلوة، هي نهاية مرحلة وإن شاء الله بداية مرحلة جديدة، هيحقق نجاح، ولكن هي طاقته الحزن غالب عليها، وجع القلب غالب عليها. يعني أنا بصي الكارت ده أكتر كارت بيوجع قلبي في الكتاب، القلب اللي واخد 3 سيوف ده، وده طلع لنا احنا بتوع برج الميزان. يا ريتنا رينا برج تاني. انتوا موجوعين، انتوا موجوعين. تمام تمام. لكن طاقة هنا ذا امبرس، الامبراطورة، فدي ان الشخص ده هيحقق نجاح غير طبيعي ان شاء الله، والشخص ده محبوب بشكل غير طبيعي، الامبرس الامبراطورة. ف يلا، دي حاجة كويسة، طاقة ايجابية. احنا هي دي الطاقة عموما. تمام تمام. تقريبا برج الميزان كله خارج مدغدغ مش عارفه. هو انا عايز اسالك على حاجه، هو ممكن اي حد يقرا تارو؟ يعني هو علم ممكن انا ادرسه واجي اقرا لك انت دلوقتي يا نرمين؟ هقول لك، لازم تكوني اولا طاقيا نظيفه، يعني ما عندكيش كارما، ما عندكيش هيلينج كارما، شايله كارما من الاباء او الاجداد او عموما كارما من اي شخص. لازم تكوني بتعملي مديتيشن كويس قوي معظم الوقت، اكلك برضو بتحافظي عليه في حاجات كتير، ونومك بتظبطيه. الناس بقى اللي خارجه من علاقات التوين فليم، توائم الشعلة، اللي هم عمال نور اصلا، دول بيبقوا نازلين على الارض عشان التارو وعلوم الطاقه ويعالجوا بالاحجار، بيبقوا هم ايديهم فيها شفاء وايديهم فيها يعني رؤيه. هو ده اللي بيخلف قارئ تارو عن قارئ تارو تاني، ان واحد فيهم بيبقى عامل نور اصلا اوريدي، هو ربنا خلقه بالشاكرات الروحانيه مفتوحه، فبيعرف يلقط طاقه كويس قوي ويديها كويس قوي. وشخص تاني بيقرا الورق لمجرد قرايه الورق، اخده ككورس، الاثنين بيقروا بس مين طاقته واصله اكتر؟ اكيد عامل النور. في اتيتيود معين، يعني في اضاءه معينه، عايزه بخور، عايزه سكون، سكوت؟ هو بيفضل ان احنا بننظف طاقه الورق بالشمع، لان الشمع اصلا هو بينظف اي طاقه سلبيه. انت لما تبقي متضايقه او زعلانه، لو شغلتي جنبك شمعة بيضه هتسحب منك كل الطاقه السلبيه. بننظف الورق عن طريق الشمس، لان حتى احنا لما بنخرج في الشمس بتبقى طاقتنا حلوه. يعني ازاي بننظفي الورق عن طريق الشمس؟ بنحطه في الشمس، بحطه الشمس في الشمس تتعرض له. تتعرض له كم ورقه اصلا يا نرمين التارو؟ 78 ورقه. 78 ورقه ليها علامه مميزه، او هي 78 لحاجه؟ يعني ليه مش 80 مثلا؟ هو كل ورقه لها حاجه معينه، ليها رسمه معينه ب ب ب بتفسير معين، لو جه قبلها كارت معين بتبقى لها تفسير معين، لو جه بعدها كارت معين بيبقى لها تفسير معين، فوق وكارت تحت وكارت، كل مره الوضع بيختلف. هتشوفي لنا حاجه تانية؟ اشوف لكم حاجه تانية. نشوف بقى الـ 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 السناجل. هم عارفين ان انا بحب اشوف السناجل اول حد. يلا يا جماعه السناجل، كل اللي بيتفرجوا علينا السناجل نرمينها هتقول اهو. علشان السناجل دول اكتر حد مصدوم في الحياه يعني. بسم الله، طاقه السناجل، برج الميزان، شهر يوليو 2020، من القادم في طريقهم. انت بقى بتشوفي نفسك يا نرمين؟ طبعا 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 طبعا. يعني انت، انا والله انا لو انا هشوف كل يوم تفتحي لا، اي حد يقرب مني ثانيه واحده. انت طاقه سلبيه، ابعد عني. انت بتضحك عليا. طاقه ايجابيه، هاي اصحاب برج الميزان. برج الميزان اللي جاي في حياتك طاقته ذا ستار، شخص معروف، شخص محبوب، شخص داخل على بداية جديدة، واحتمال يكون برج الدلو، دي أول حاجة. الشخص ده
شخص كان معاك في علاقة وخرج منها بعد ما خذلك وزعلك وتعبك، فخرج من العلاقة وسابك وهو بيحبك مش وهو بيكرهك. احتمال يكون برج الدلو، احتمال يكون برج العذراء. الشخص ده طباعه، خليني اقول الشخص اللي بياخد الخطوة في سنة. تمام. ما بياخدش قرار كده، دي طاقة الأبراج الترابية عموما. تمام. تور وجدي وعذراء. وعذراء. تور وجدي وعذراء. الشخص ده مادياته بصراحة مش قد كده، يعني رغم ان هو ستار وبتاع، لكن مادياته مش متناسبة مع وضعه. تمام. الشخص ده احنا اكدنا ان هو شخص من الماضي، هو قاعد زعلان جدا جدا جدا، هو كان حاسس ان كان في ايده حاجه كبيره قوي وهو ضيعها. الشخص ده عايز يرجع ويعمل حاله استقرار معاك يا برج الميزان. للاسف الشخص اللي جاي مش شخص جديد. ممكن ناخد لكم حاجه من الرومانس كمان، احنا قلنا دي طاقة عامة ممكن تنطبق على ناس. صحيح. صحيح. في ناس مرتبطة من اصحاب برج الميزان اصلا. لا احنا بنتكلم دلوقتي على السناجل، يعني المرتبطين دول قصة بقى لوحدهم. والله. لا دول قصة. شفتي؟ الملايكة بقى بتأكد اهو. Someone from your past، في شخص من الماضي راجع حياتك تاني. هل كنتي أبراج إيه؟ الميزان. لا من الأبراج الترابية اللي راجعة للميزان. بصي لما بتبقى الطاقة عامة ما بنحددش أبراج. ما بتحددش. لا بيبقى كل الأبراج. شوية لكن أنا بقول أو احتمال بنسبة مثلا 70% من الناس هيجي لهم برج دلو وعذراء جدي تور. ماشي. اوكي. نشوف ايه؟ احنا في برج الميزان. كله الميزان؟ طب. انا مقدمة برامج عندي ديمقراطية جدا. انا شايفة. جدا. ما شفتش ديمقراطية أكتر من كده بصراحة. طيب نشوف الشغل لبرج الميزان، ايه رأيك؟ ماشي يا ستي. بسم الله. الشغل لبرج الميزان في يوليو 2020. طاقة برج الميزان. والنبي بقى. والنبي بقى كفايه سكاكين. وكفايه. ده الموضوع كبير. شخص جاي من الماضي. اوف ذا تاور. ده. يلا استاذ محمد صلاح وهدير وانا بقى نتكل على الله. هي باينه. لا هو الظاهر ان هيحصل ضجه في شغلكوا، هتحصل ضجة. ضجة حلوة ولا وحشة؟ لا ضجة هتأثر عليكوا تأثير اللي هو سبحان الله، يعني هي على قد ما هي ضجة وحشة بس هتأثر عليكوا ان انتوا هتثبتوا اكتر. هي فيها ثبات لبرج الميزان. تمام. فيها ثبات واستقرار، بس هيحصل ضجة، هيحصل حاجة بوم. ولا حصلت؟ أو حصلت. ممكن تبقى معانا كده نرمين. حصلت. تمام. فهيحصل حالة استقرار بعد حالة من الدمار للأسف، يعني حصلت حاجة بوم كده، شايفة ده حد فجر فجار. بعدها على طول هنا ظهر، يعني ده برج الحمل على فكرة، ذا امبرور الامبراطور، حالة الاستقرار. عارفة الحمل اللي هو بعد الانفجار؟ بعد الانفجار استقرار. في استقرار بقى، واستقرار كبير، مش استقرار عادي، مش استقرار حاجة تروح وتيجي، لا ده استقرار. هيحصل شوية خلافات تافهة عند شايفة؟ بعد الانفجار اكيد. انا هكمل معاكي بس هطلع الناس فاصل بسرعه ونرجع نكمل مع بعض. شرفتينا ونورتينا في شارع النهار مع ريم البارودي. يلا نطلع فاصل بسرعه.